لاحظ الاقبال على الجيمر والعسل والمربى ازيد من الباقلة والدين والمخالب. اشرح لنا شنو السبب؟ الجيمر طيب سالها يعني هو مع الريوك الباقلة سوي عندنا انقلابات داخلية. انقلابات هالانقلابات احلى رماش من مطعم عامر وملكم علاقة بالانقلابات واللي يحب الجيمار يضرب جيمار واللي يحب المخالم يضرب مخالم واللي يسوي انقلابات واللي ياكل باقلة ودين يتحمل المسؤولية. اضرب عين اضرب وين وصلت؟ واحنا الناس تعرف طلع رقم من شاصي طلع رقم من شاصي قالك وبين ورا سلاطين شو اسم هالكلمة ورا؟ بوتشو. بوتشو من اسواق عامر الريوق الصباحي.